قلت كل حاجه وانا هتلمس الحاجات دي. هو مساله الارتباط بالعادات والتقاليد والبيئه مساله واضحه جدا يعني، حتى اللغه هي انتبهت لحكايه. طبعا احنا بلدنا كبيره ففيها شمال وجنوب، ده عمل بيسموها تزاحف في الناس بتوع اللغه، مش عارف صح الكلمه اللي ولا دكتور معلش، ان بيحصل لخبطه مع اثار لغه تانية قديمه. يعني كان في راجل عظيم قال يعني ان بقايا لغه تانية قديمه موجوده عندنا، غير التاثير بتاع النوبه. يعني الاستاذ حسن موجود معانا، انا بفتكر الاستاذ حسن يعني فكرني هنا في دي بالذات بعرس الزين بتاع الطيب صالح. أيوة. انا افتكرتها. الطيب صالح كان جريء جدا، لا يعمل سبت بالمفردات ولا بتاع، هو هي كده يعني برضو احيانا الكاتب بيبقى خايف ان المفرده دي لما تتقري في الشمال مش هيعرف لغه اهل الجنوب، فبيضطر يعمل زي هامش. فده ما حصلش في يعني هي انتبهت في القصه الاخيره بس كده، رغم ان في حاجات موجوده في الباقي. انا بصراحه رايي ان ما يعملوش كده، ان يسيبها وهو يدور. ما انا كمان لازم ادور، خاصه ان احنا دلوقتي عندنا الحاج جوجل ده ممكن يحل لنا مشاكل كتير يعني، وهم هنا يعني ممعنات في حكايه التغير اللي حصل في الجنوب. ولذلك هو اهميه المجموعه هنا. انا طبعا يعني قريتهم بس المتاهه ما تمكنتش البي دي اف بتاعي قوي، فما امكنش ان اقراهم كلهم. فعشان كده انا هتكلم كفتاه قرويه، والكاف برضه معضله يعني هنا، يعني زي ما الدكتوره فاطمه اشارت كده يبقى ليها حل. فهنا المهم قوي العادات والتقاليد، وبعدين مساله دخول الجامعه. الكاتبه نفسها في كفتاه قرويه وهو موجوده، هو انا بتكلم على سمات المجموعتين، يعني السمات دي ممكن نتلمسها في المجموعتين. حكايه الجامعه مخليه المجتمع بينظر للفتاه الجامعيه نظره يعني في قلق هنا من ان هي هتصلح انها تقعد في البيت ولا بقت موظفه كمان او كده. عشان كده انا بيتهيألي هنا احساسها بالجمال اللي هو دايما باين في حكايه المرآه، او مثلا العادات والتقاليد، يعني الحنه دخل مكانها الاكلادور، او اشارت هي لطلاء الاظافر، مساله العطور. فبقت مساله الحجاب دي زي ما تكون قلقه. طبعا لو خدنا في الاعتبار ان مساله الحجاب اصلا دخلت المجتمع هنا عنوه كده يعني، خلاص يعني احنا عشان عصرناها او عشنا فتره كان ما كانش المجتمع عامل كده، فاحنا حاسين ان في اعتداء على الشعور بالجمال، بدليل ان المجموعه هنا كلها اشتياق لحاله الجمال، اشتياق لحاله المرآة. يعني حتى هي كتبت هنا اللي هي البنت اللي راحت تشتري الكرومبا، معلش انا كنوم كتير فانا بطلع كريس اللي هي اسمها ايه القصه؟ هي لفت نظرها جدا ان البنت دي لما بدا منها جزء من جمالها لاي سبب وقت او كده، ام المجتمع انتبه وهي بقت مبسوطه. وبعدين ما ننساش ان الفطره المصريه محتفظه بمثل عجيب جدا بين المقدس والمدنس والملخبط، اللي هي اللي يبان مني زكاة عنه. شوف الفطره ما تعرفش انت شايف زكا يعني شوف الخلطه هي البنات اكيد السودان هم دول حاجه واحده. البنت يعني يبان رجلها يبان دراعها بتاع، تقوم تقول لك اللي يبان مني زكا. ما يا ستي مش دي المشكله هنا، المشكله اقحام كلمه زكاة دي. زكاة عن صحتها. لا 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 ده دي امتدادها، ده امتدادها لعبادات وطقوس قديمه. جزء من العبادات بتاعت المصريين كان الجمال والفتنه، وكاهنات المعبد اللي منكم مهتم بالحكايه دي هيلاقي حكايه من اغرب ما يمكن، وامتدت لبعض الديانات دلوقتي بس موجوده باشارات كده، اللي يدور وراها هيكتشف كده. لكن ما احنا عشان كده بنقول ان الامثال بتاعتنا دي بتبقى صادقه، ان هي احساسها بالجمال حتى لو امكن في نوع من القمع او كده، الا ان الامثوله دي موجوده. فهي هنا حاجتين، الفتاه اللي بترقص قدام المرايه او عمتها او خالتها اللي هي مهتمه بالمراه، طب ما المراه دي هي مظهر الجمال وهي معجبه بجمالها وفتنتها. وبنقول بتوع علم النفس يعني او الصحه النفسيه او كده بيقولوا زي ما الولد في طور المراهقه بيبقى فرحان قوي قدام المراه عشان يشوف عضلاته وكده، البنت بتبقى عايزه تستعرض جمالها.
وهي بينها وبين نفسها استوائها النفسي بيتم لما جمالها ده يبقى مقنع للآخرين. فيعني الحكاية دي يعني باينة قوي هنا، وكأن في حالة عدم رضا عن الزي اللي أنا بعتبره جديد عشان أنا عجوز. لما انتوا اتولدتوا لقيتوا الناس عاملين كده، فهي الحكاية ما هيش كده. هذا ما وجدنا أبداً، هذا ما وجدنا أبداً، أو دي وثنية برضه. ولذلك مسألة المقدس الأنثوي في كتاب عظيم جداً كتبها باحثة إنجليزية، بس هي تقصد الشاب، والعنوان بتاعه يودي في داهية، اسمه يوم أن كان الرب أنثى. حدوته صعبة جداً، بس في جزء من الكرة الأرضية مقتنع بكده، إحنا بنفلفص، لكن الله أعلم في الزمن هيحصل إيه. كمان الإشارة لظهور التوك توك والفطيرة اللي هي فضلت تقول فطيرة فطيرة فطيرة، هي واضح إنها بيتزا. يعني أنا أقصد إن تغيير، بس طبعاً هو التغير ده بيجي متباطئ شوية، لكن فعلاً التغير جاي، فهو ده بيحصل. لأن طبعاً يعني مجرد إن بقى فيه العلم والموسوعية والبنات خرجوا بطريقة، حتى هي إشارتها هنا المحتفظة بجزء من الغيرة من البنت البحراوية. الحكاية دي قديمة، اللي كانوا بيعملوا كده الجدات، جداتكم، لكن انتوا واخدين الموروث ان الواد راح يركب القطر وينزل مش عارف فين عشان يشوف بنت بحراوية. وكأن الغيرة ان الصعيدية اللي هي سمرة، طبعا الحكاية دي عنصرية 100%، فالواد الطفص. وطبعا الحكاية دي لو دورنا عليها كمان هنلاقي ليها جذور تانية حتى في قصور الخلافة. يعني البنات بتوع أوكرانيا دول كانوا بيجوا شجر الدر وغيرها، كانت ميولهم انهم يروحوا يجيبوا من عند الشمال المتلج ده بتاع، يروحوا يجيبوا يعني الحكاية ما انتوا ليش ذنب فيها، لان هو ده مجتمع سلو بلدنا زي ما بيقولوا. والطيب صالح صديق العزيز اللي دمر لي حياتي يا مش جامعه، انا بقول لك مصطفى سعيد كانت مشكله مصطفى سعيد الدكتور، وده يعني كان يعني بيحصل على دكتوراه في بريطانيا، لكن جننته الفتيات البيضاوات دي، صح كده؟ البيضاوات هناك، وبعدين هو بقى عايز يرجع فهيتجوز الزوجه اللي هي من بلده. فالحكايه دي لخبطته مثلا. يعني طبعا الموبايل، في جيل بيكتب دلوقتي، الموبايل بقى من مكونات الكتابه. والموبايل اما تدخل في التقاليد أم بقى مشكله، ايه اللي يتصور وايه اللي، طبعا في مأساة كانت لسه قريب ان ممكن ننتقد ايه او نصور ايه او نكتب ايه او نبعت رسائل ايه. مساله القهوه كمان، يعني في ملحوظه هنا مهمه قوي، ان الراجل صاحب المحل بتاع القهوه الفرنسيه، يعني الصعايده بيشربوا قهوه ماشي، لكن وفدت قهوه تانية جديده. وبعدين اصلا اتضح ان كان عيب البنات يشربوا قهوه، طبعا ما جابتش سيره الشيشه المجتمع لسه ما لا يعني هم البنات لما هيبقوا قاهره اما يجوا القاهره مش هتبقى القهوه بس، ده هتبقى كمان الشيشه. والمجتمع دلوقتي بيبص لحكايه الشيشه دي بحذر، ان ينفع ولا ما ينفعش، ولا يبقى اعتداء على الحريه. بس لكن الظاهر دلوقتي لا، ممنوع طبعا. وده مش في اماكن عامه، يعني زمان كانت شياكه واحنا يا جماعه ما الحكايه دي تلخصت للست الباحثه الامريكيه لما عملت دراسه بشخصيه السيد احمد عبد الجواد. ما احنا عرفنا ان هو الراجل ده روشين، والست زبيده لما جت له البيت قامت فضحته وقالت حاجات عجيبه جدا. اتضح ان الراجل ده يعني ما شقي جدا، بينما هو في البيت ما بيبقوش اي شقاوه ولا نيله يعني مثلا. فهنا هو بوشين، يعني هي هتشرب كذا ولا تشرب كذا ولا تشرب كذا، ده في البيت، لكن ما تخرجش تعمل كده. فهنا الحته اللي مكتوبه او الجزء اللي موجود عن حكايه دخول القهوه الفرنسيه، البنات بتوع الجامعه بيتصرفوا على القهوه باعتبار انها موجوده في المحلات، لكن التقليديين اللي في البيت اصلا هم مستغربين القهوه. يعني انا اقصد ان المجموعه هنا بغض النظر عن الفنيات بقى، يعني ذاك دي حيرتني جدا، لان ذاك او ذلك ومتكرره كتير زي ما الدكتوره فاطمه رصد كده الحاجات كده. فطبعا انا اعتقد يعني، وسامحوني في الحكايه دي،
هي حكايه الورش الفنيه دي يعني انا حاسس انها يعني كانه امتداد لجيل كان بياخد دروس خصوصيه. يعني انا كنت مدرس عجوز فانا فاهمها كده ان هو كان يرمي عن الحكايه دي ايه انهم يقروا القراءه. يعني 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 جزء الاجيال اللي قبل كده كانت المساله انه بيقرا يدور على فلان يدور على فلان وفي تحركه ترجمه وفي كذا كذا ان القراءه هي اللي هتظبط هي اللي هتظبط الملكه او الفطره. اللي انا فاهمه عن بدء او بدايه الورش الفنيه اعتقد هي ابتدت تاريخيا مع الدراما التلفزيونيه اللي هو كان يجي واحد مثلا انا بقول مثلا زي اسامه انور عكاشه هيكتب دراما تبقى عمل ادبي لكن فيها حته تاريخيه فيها حته اقتصاديه فيلجا لحد متخصص فتتحول الحكايه بدل ما هو مبدع قاعد يكتب لوحده وبيستلهم مبنات الافكار وادي عبقر والحديثه دي كلها لا ده هو جاب ناس في منطقه متخصصه حتى لو دول هم المعلومات اللي هو عايزها هو هيبتدي يفهمها جوه النص. يبدو ان الحكايه دي استرسلت فاصبح في ناس متصورين ان يكفي ان هو بيحضر الورشه او كذا او كذا وده بيبان تاثيره على فكره. يعني انا اصبحت عندي حس كده بعرف الكتابه اللي هي فيها نفس حد تاني معرفت مني كنت مدرس 38 سنه فبعرف المساله دي الواد اللي حللها ولا المستر بتاعه يعني دي مساله يعني معلش. فانا بستنتج ان ان لو كان الشخص ده هو اللي بيقرا وبيخطط لنفسه الاسلوب او الشكل المعروف اللي هو هيميزه بعد كده ده هيبان. لكن لكن تاثيرات تانية هنا يعني انا ممكن لو كانت الوقت يسمح اميز في بعض الفقرات كده ان ان هنا هي بتكتب لكن هنا ده تاثير في مؤثر موجود ده يمكن بيبان في المناطق اللي انا كتبت انها فيها ركاكة. الاستاذ احمد اشار ان بيحصل فيها خلط في الضمائر اللي هي مثلا باينه قوي في كذا منطقه يعني بس باينه قوي في عند بتاعه الشاي اللي هي واضح انها العامله او الجاده صفحه 18 لا اللي هي ركيكه اللي هي الجاده في المدرسه اللي بتعمل الشاي للمدير مش عارف انتوا خدتوا بالكم منها ولا لا اللي هي ماسكه الموبايل وبتعمل كوبايات الشاي الارتباك فيها واضح قوي في الضمائر. يعني هي مصره عشان تخلي حكايه انها بتشيل البابلز اللي بتاع الفقاعات فعلى ذمه الفقاعات دي بتنسى هي كان الضمير بتاع مين خاصه ان الموبايل ده كانت هي بتجهزه للبيع وبعدين البدايه مبينه الموبايل زي ما يكون كان شغال راديو لان هي كانت تسمع اغاني القصه دي رغم ان المنحى بتاعها كويس الا انها يعني فجاه كده فسدت او تاه الخيط. يعني ده اللي انا يعني ايه اللي انا خدت بالي منه. كمان في صفحه 53 وانا يعني اعتقد زي ما الاستاذ احمد اشار كده الكتابه التميل للمساويه ان هي في صفحه 53 انتبهت انها يعني تعمل نوع من الجاذبيه. ما هو مفيش فايده يعني الادب قايم على حاله التلصص من الذكور على الاناث من غير كده مش هتستقيم الحياه. فيعني خلينا نبقى صراحه صح يا استاذ رشد صح انا دايما بستشيرك اهو ما اصل طب يبقى ازاي يعني ولا هتستقيم مع داروين اللي بيقول ان الهرمونات بتعمل جذب وتنافر فخلاص هي كده. فهي في صفحه 53 انتبهت للحكايه دي من التقاليد مساله الـ 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 البنات اللي هينزلوا المركبه اللي هي اسمها لتلك التي بلا حبيب مساله ان هي وهي عاملاها ببراعه يعني البنت هتنزل المركبه فبتستند بعفويه وبعدين فجاه افتكرت انه ما يصحش تستند على ايد الواد ان يعني يعني انا اقصد ان العفويه هنا مقهوره انها يعني لما تيجي تستند تدور على بنت تانية تستند عليها وكان هتبقى مصيبه. طب افرض انها كانت هتغرق ما احنا هنا في نار اهو يبقى مين اللي هينقذها مثلا يعني. فهي هنا بتتكلم على المجتمع ازاي يعني في حاله رقابه مستمره وما كانتش الرقابه دي موجوده بالفعل هي نفسها مخضوضه يعني هي نفسها الحاله دي يعني خلاص راكباها يعني. فهي كاتباها بطريقه التلصص يعني هي عارفه ان الكتابه دي كده هيبقى في المجتمع الذكوري يعني بيترقب التلصص على البنات.
من القصص اللي في المتاهة بتاعت الأستاذة مريم اللي هي عصفور دي، عصفور دي يعني عاملة صدى لكتابات كتير قوي، يمكن عن حكاية تعبيط القرية أو يعني البهلول. هي يعني دي حاجة معتبرة، بس هي كتبها بشكل جديد، يعني ان هو ليه تاريخ، يعني ان هو مر بتجربة وفعلا كان لقى كنز. وطبعا المصريين فطرتهم يمكن بسبب ان احنا عايشين على مدينة فوق مدينة، فاحنا عندنا اسرار تحت المدينة التانية دي، حكاية ان يلاقي خبيئة فكده، دي مشهورة في حياتنا، وطبعا في الجنوب اكتر. يعني عشان كده هي المسألة ان هذا الشخص لما لقى الخبيئة، وبرضو الجانب الفطري هنا موجود ان هو كان راجل طيب وفي حاله، لكن لما جت خالته ومعها ابنة كان لازم حسب التقاليد يبقى فيه شرعية لوجود الابنة في البيت ده، فبقى فيه جوازة. ويبدو من وصفها كده ان هو ما كانش مهيئ انه يبقى مسؤول، يعني ان يبقى فيه عنده اعباء تانية، لان هو مجرد خادم في البيت بتاع العمدة. الجزء اللي هي اتكلمت فيه بحرارة قوي مشهد الاحتضان، يعني وكأن الكامن، برضو هنتكلم على المكنون، الكامن هنا عكس المظهر، لان هي بتصف المشهد. وطبعا هي يعني متشككة ان دي ابنة او ده الاب، لكن هي استفادت في انها بتوصف مشهد الاحتضان وبتتشكك هو كان ده عشق ولا دي ابوة، وده معناه مجرد ان هي تتشكك في كده يبقى هي ميالة للحالة الاولى، يعني ان هي طبعا بقيه القصه دي بطرف خفي كده يبان انها جلسه صحه طبيب نفسي، يعني ان في حاله تحليل نفسي للاب القاسي. وسردت بقى انه ساب المكان ومشي، وبعدين لما رجع كان في اخر العمر، تحس يعني راح مات عندها. يعني طبعا انتوا اتكلمتوا عن الاعباء على كتف يعني الناعم. طبعا هنا يعني دي من ادق حالات الرصد المجتمعي، ان ازاي ان مثلا، وانا مش عارف ده وافد ولا ده موجود، ان ازاي حتى الام بتقدم على ظهر انوثه البنت، يعني بينما هي عايزه تتباهى او كده، يعني 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 حكايه برضو بتبقى صعبه. طبعا وراها خوف من المجتمع ان البنت دي لو قيل عليها كذا ولا قالوا كذا، فهيبقى لان هو الهدف في الاخر انها هتبقى زوجه ويبقى في اقبال عليها بالشكل اللي مطلوب. ولذلك هذا المجتمع لم يرحم الست اللي هي بتشتغل عشان جوزها مش عارف بتاع، لمجرد ان التور شبط في المسمار فمشيت. والغريب بقى ان اللقطه دي، وانا اعتقد هي ما شافتهاش، دي فيلم قديم كاتبه واحد مهم خواجه اسمه كازانزاكس، يعني يا ريت تقولون الفيلم اسمه زوربا. اصل هو برضه الجنوب اليوناني، ما احنا اليونانيين دول قرايبنا، الأغارقة دول ما هم قرايبنا، الصعيد اللي عندهم زي الصعيد بتاعنا. فوقعه الرجم اللي انتوا كتبتوها هنا، انا بصراحه هي نقلت لي في دماغي وقعه الرجم اللي سيشل او صعيد كازانزاكس عملوها مع سيده ارمله. انا يعني انصحكم لو بدكم عجوز ده ينفع تاخدوا منه كلمه، يعني اقروا للراجل ده لو انتوا عايزين تواصلوا في الكتابة. يعني معلش اسمه كازانزاكس، تيودوراكيس كازانزاكس، صح كده؟ اه زوربا، بس حكايه اسمه صعب. انا واحد من الناس والله مش متخيل ان في حد يقدر. هي الكلمة كمان، انا يعني قربت اخلص الاديت وقلت كل حاجه، يعني الزهره الزابله، وده برضو حوالين المكنون اللي هو في دماغ الصعيديات. برضو انا صعيدي على فكره، فاهمه الشغل يعني، ان هي جواها رومانسيه، هي جواها رومانسيه، ولذلك صورت الكافي شوب اللي يقعدوا فيه كلهم بنات شعرهم باين، ولذلك انا ما بقتش عارف المكان ده فين، يعني في الجنوب انا سوهاجي، فيعني انا عارف انا ابويا ما كان بياخدني هنا
لو في عزة ولا في بتاع اشوفهم وصلنا ازاي، ما احنا جايين من نص الكافر يعني. فهي صورت واضح ان ده ان ده خيالها، ان المكان البنات قاعدين شعرهن دكتور فاطمه انا بتاع دول شعرهن دي قدامها معلش خليك فاكرين ان انا قلت شعرهن مش هذا الدكتور مش هذا الدكتور مكشوف. وطبعا ده مكان انا بالنسبه لي لو كنت في المكان زي اللي هي بتوصف كده يبقى انا كان هيتهيألي من دول الجنه، ان احنا كده مع الحور منفتحه اكتر من مطر الصعيد ممكن جاي والله يمكن. بس هي الوصف هنا انا بتكلم على ان الوصف فيه استمتاع زي ما تكون هي بتامل ان يبقى المكان عامل كده. ومش كده وبس، ده شعرهن كمان في زهرات، حتى زهره البنات حاطين في شعرهم يعني بقينا في اسبانيا ما هو بيعملش كده للاسبان الملاعين دول اللي هيروحوا النار والخريف. فهنا هي قالت كده وبعدين هي قاعده ما وصفتش هي بقى عامله ازاي، بس مؤكد مدام كلهن عاملين بالشكل ده يبقى هي كانت زيهم. وبعدين هي الملمح الذكي ممكن تكون هي لحظه كده لانها مختلفه، ما هي القصه جزء منها الخيال فانا عشان كده بقول. فهي اللي حصل ان لما هو جه بقى اللي هو كلارك جيبن او على زي ما انا اعرف يعني او اللي هو النجم يعني كده قام طلع نجم لمؤاخذه. ليه؟ لانه يعني قعد يبص على الزهرات الثانيه دي كلهن وراح مديها هي زهره زابله يعني 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 واضح ان هو ضرب عرض الحائط لكل الترقب والاشواق اللي هي مستنياها. انا هي الكتابه يعني بارعه، وطبعا كيس بلاستيكي دي يعني قمه الانسانيه يعني انا اقصد العلاقات الانسانيه اللي تبقى يعني ما يعني موجوده عند الانسان يعني. وانا بصراحه استمتعت بالمجموعات الا قليلا يعني، وعملت هنا سبت بالحاجات اللي يعني ممكن، وبالذات حكايه التداخل اللي يحصل بين الضمائر احيانا، الضمائر بيختلط يعني هو كان مين الراوي وبعدين فجاه بقى مين او كده. وده انا بالنسبه لي بقى يعني رغبه في التخفي، لان احيانا ممكن يبقى يعني مثلا ايه واحد يكتب ومش عايز يسترسل فعايز يستخبى يقول لك هو اللي قال، لكن بتبقى باينه ان هو كان هيسترسل هو عايز يعني. ولذلك هي هم ما طب يعني هن مهدنا مظبوط كده يا دكتور مهدنا لان انا افكر في حاله التخفي دي بسبب شكرا حضرتك ان يعني الاسترسال اللي بيحصل في حاله عشق الجمال وكذا وكذا يخلي حاله الحذر دي تيجي فجاه، فيبقى في ادعاء ان لا ده في ضمير تاني. وانا بشكركم على المجهود ده، شكرا.